جيهان كنت فين في الاختيار؟ انا كنت في مين البيت، اللي مش مكتوب؟ اول عرض ما حضروش، وكنت الاختيار بتفرج على التلفزيون شويه وقفلته عشان اجي هنا، بحب ازغرط له اقف له برضو كده على ماما كانت السلام. بتزغرط ماما دايما وهو بس انا نازل لازم واخد اول حضن وانتي قبل تاخدي اي اول حد، حضن. قبل اه اي حد. طبعا. فكنت اقف على السلالم ازغرط له. فلما جيت هنا لقيت هرج ومرج، وفي عربيه بره كده زي مصفحه، فبقول لهم ايه الموضوع، ما كنتش عارفه. فقالوا لي بس الرئيس اصيب وفي مستشفى المعادي. فخدت الضابط حتى بتاع المدرعه ده وداني مستشفى المعادي، لقيت اخواتي بقى هناك وماما وقت اهلنا هناك. لحظات لا تنسى لما روحتي المستشفى. يا ساتر. طبعا دخلتي شفتيه؟ طبعا، كلنا طلبت الولاد يخشوا يسلموا عليه كمان. دخلت وشفتوه؟ كلنا شوفي كان كلنا. نايم كأنه نايم ولا حاجه كلنا. خالص، أيوه. شيء من الابتسامه خفيفه على بقى. يعني ما تقوليش ده اتضرب ومات وخلاص، تقولي ابدا ده نايم يعني. بس كانت مؤلمه 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 يعني. هل وانتي يعني لما حضرتك كنت موجودة في العرض، ماما مين كان موجود؟ شريف وجيهان وليلى. وجيهان وليلى. وليلى. شريف فكان وجيهان. متعودة كنت تاخدي الأحفاد يا مدام جيهان؟ لا أول مرة، أول مرة تاخد أول مرة. الأحفاد. عشان كانوا كبروا شوية. دخلت وشفتوه. ده كان ماما موقف. قالت، ماما قالت خش ماما قالت ودعوا أبوه. بالظبط بالظبط، قالوا خش ودعوا أبوه. إيه مشاعركم في اللحظة؟ موقف صعب أوي 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 يا لمس، مرعب يعني. أنا أول ما دخلت اترميت عليه ما حسيتش، اللي جه دكتور من الدكاتره اللي كانوا واقفين شالني كده، شدني من عليه وطبطب عليا يعني. ففوقت بقى ان انا يعني لازم امسك نفسي بقى.